السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله رانا في تتمة حلويات العيد. اليوم ان شاء الله باذن الله غندير لكم حلوه شباب بزاف، بنينه وراقيه وبحشوه من اروع ما يكون. وان شاء الله باذن الله في هذا الفيديو نعطيكم بديل هذه الحشوه. كاين بزاف الاخوات في الفيديو اللي فات قالوا لي بلي شاو بديل الحشوه، اليوم غنعطيكم بديل شباب بزاف وبنينه بزاف. والحاجه المليحه في هذه الحلوه انها تقطع لكم كميه لاباس بها. نروحوا بسم الله بالمقادير اللي نحتاجوا في هذه الوصفه. نحتاجوا وصفه تاع لي صابلي، وكذلك نحتاجوا الحشوه. نروحوا لي صابلي اللي نحتاجوا في هذه الوصفه. عندنا 125 غرام تاع زبده طريه بدرجه حراره الغرفه، عندنا نزوج مغارف كبار تاع سكر ناعم ما يعادل نصف كاس تاع سكر ناعم، عندنا حبه بيض كامله، عندنا زوج مغارف كبار تاع كاكاو، كاكاو لازم يكون كاكاو بني، وكذلك عندنا زوج مغارف كبار تاع النشا اللي هي مايزينا ما يعادل نصف كاس تاع مايزينا. بطبيعة الحال نحتاجو للطحين ونصف كيس خميرة كيميائية. نخلطو كل المقادير ونجيب الطحين نتلاقو. نروحو مع بعض نخلطو. عندنا الزبدة نضيفولها كاس تاع نصف كاس تاع سكر ناعم، نضيفولها حبة بيض تكون كاملة. هنا مغاش نديرو لافاني ومنديروش خاطرش غادي نديرو الكاكاو. كيما تعرفو الكاكاو هو أصلا فيه ذوب، ما كانلاه نزيدو فانيليا. بالنسبه للاخوات اللي ما يبغوش يقدروا يديروا هذه الوصفه يديروها بلا كاكاو، ويضيفوا لها رشه صغيره تاع فانيليا باش نتخلصوا من هذيك الريحه تاع البيض. خلطوا جيدا، انا غادي نخلط غير بيدي هكا بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش باطير ولا غير باليد ان شاء الله. وديري حلوه شابه، ما نديروش على الصوت هذا معز راه داير حاله. خلطو مليح حتى يذوب لنا السكر كامل. من بعد ما خلطنا المقادير جيدا نضيفو لها الكاكاو. الكاكاو ننصحكم انكم تشربوا الكاكاو اللي يكون بني، وفي نفس الوقت ماذا بيكم تشموا الريحه تاعه باش كي ديروا لي صابلي تاعكم ولا اي نوع تاع حلوى يجيكم بنين ويعطيكم ذوق شباب. نضيفو لها دروك النشا اللي هي المايزينا. بسم الله ندخلوها مليح، وبعد نضيفو لها الطحين ونضيفو لها نصف كيس خميرة كيميائية. هذه هي العجينة تحصلنا عليها. كيما تلاحظو العجينة طرية الله يبارك. خلوها نخرو الكسعة تاعنا على جهة، نبدو نخدمو العجينة تاعنا. نديرو كمية من الطحين. تبغي تورقيها بهذه الطريقه، كيما تبغي ديري زوج اكياس بلاستيكيه على كل اختيار. العجينه تاعنا ما نرقوهاش بزاف، لازم تكون شويه غليظه. خلينا نديرو غير طبقه وحده، ماغاش نديرو حبه فوقها. نحاول ان ما نكثروش الطحين، ديرو غير حاجه خفيفه فقط. بالنسبه للاخوات اللي يكونوا مبتدئات ننصحكم انكم ديروا ما ديروش طحين، ديروا اكياس بلاستيكيه كل وحده واش تبغي. المهم هذا هو سمت العجينة اللي باغيته، نطبعها بهذا الطابع، طابع يكون مستطيل. وهذا هو السمت، نوريكم سمت العجينة تاعنا، شوفوا قداه. أنا غادي نكمل بهذه الطريقة، نكمل كامل الحبة تاعي اللي عندي ونديرهم في بلا وندخلهم في الفرن اللي يكون مسخن مسبقا. وكل وحده تعرف طريقه الطهي تاع الكوه، تعرف الفرن تاعها. كيما تعرفوا الشوكولا لازم صابي تاع الشوكولا لازم تحرزوه، ما طيبوش بزاف باش ما يجيكمش يابس، وفي نفس الوقت يجيكم طهي. انا غادي نكمل بهذه الطريقه، ندخله يطيب بعد نتلاقوا نخدموا الحشوه تاعنا. بعد ما الصابي تاعنا طابوا جيبوا هذا النمول تاعنا تاع السيليكون، هادو هما المتوفرين في الاسواق حاليا كيما تلاحظوا. وذوبت كميه من الشوكولا سوداء بدون اي اضافات، خلطوها مليح. لازم عليكم كي تذوبوا الشوكولا بردوها شويه باش كي ديروها في السيليكون تقعد لكم تبري. نخلطها مليح ومن بعد نديروها في السيليكون. ديروا الطبقه الاولى ندخلوها في المجمد، ونعاود نزيدوا الطبقه الثانيه ثاني ندخلوها في المجمد. في هذاك الوقت اللي ندخل فيها في المجمد نضل مع بعض نخدموا الحشوه تاعنا. دونك نخدم مع بعض الحشوه تاعنا. شنو نحتاجو؟ انا عندي كميه من البسكوي مطحون، انا حضرت بسكوي بيمو. تي بسكوي اللي عندك، الكاطو اللي عندك، ولا كيما تعرفي كي تخدمي الكاطو في العيد وكاع يبقى لك شويه كاطو تخدمي بيه.
وعندي كميه من القوفت كنا مطحون بهذا الشكل. ونحتاجو كذلك في هذه الوصفه طوفيه بخاليني. هذه الطوفيه بخاليني في هذا الوقت تاع اللوز تصدقوني تجي بنينه بزاف، فيها حبيبات تاع اللوز كما تلاحظوا. انا ذوبتها عادي فوق حمام مائي، العلبه كيما هذاتها فوق حمام مائي ودابت كما تلاحظوا. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش طوفيه بخاليني يقدروا يستعملوا الشوكولا اللي طالا ويديروا معها كميه من المكسرات. هكا نعطيكم نتيجه شويه، لكن بالطوفيه بخاليني نتيجة تاعكم تعطيكم شباب بزاف. انا غادي نخلط الخليط تاعنا، شوفوا الحبيبات تاع المكسرات. انا نحاول نجيب لكم المواد اللي متوفره بزاف في الاسواق هكا باش اللي يخدموا اصحاب المشاريع يخدموا لي كوموند ينوعوا في الحشوات وتجيهم حشوه بنينه. هكا ملي قلت شي في نفس الدومين هذا مكان، ماشي باش ندير حاجه مكلفه ولا، خصوصا اصحاب المشاريع يبغوا هذه الحلويات اللي تكون جديده باش يخدموا بها. خلطوا مليح نضيفوا بالتدريج حتى تحصلوا على حشوه تكون طريه شويه، كي تكون طريه باش تجيكم بنينه بزاف. انا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نحصل على حشوه ونولي معاكم. هي الحشوه اللي حصلنا عليها، هادو هما لي صابلي تاعنا بعد ما طابوا كما تلاحظوا الشكل تاعهم يجي شباب. بالنسبه للاخوات هذه الكميه كتعطي لي حوالي 25 حبه، وهذا ثاني كلمو تاع السيليكون تاعنا بعد ما طليناه زوج مرات بالشوكولا. دروك ديرو كميه من الحشوه داخل، صدقوني هذه الحلوه تجيب لينا بزاف بزاف بزاف، خصوصا بالطوفيه بخاليني صدقوني تجيب لينا بزاف. بالنسبه للاخوات تقدروا كما قلت لكم تسبلوها بالشوكولا اللي طالا وكميه من المكسرات كما تلاحظوا. عمر كامل الحبات الشف هكا بعد هكا بهذا الشكل. حبه تاعنا نلبسوها مليح باش نقدو نديرو الصابلي تاعنا من فوق تلصق اوتوماتيكمون ونديرولو الحبه تاعنا بهذا الشكل بهذه الطريقه هذا الشكل. شوفوا الشكل اللي تحصلنا عليه. انا غادي نكمل الحبه تاعي كامل بهذه الطريقه بعد نولو مع بعض نوريكم التزيين الاخير. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى انها تكون عجبتكم. بعد ما درت لها تزيين خفيف سامبل حاجه خفيفه فقط شويه من الورقه الذهبيه. بالنسبه للاخوات اللي بغاوش تلصق لهم ورقه ذهبيه ديروا غير شويه ماء ولصقوها. غادي نقسم لكم الحبه باش تشوفوا الشكل تاعها كي جا داير، وغادي نلبي رغبه الاخت اللي قالت لي قسمي بيدي ما تقسميش بالخدمه. غادي نقسم بيدي، شوفوا شكل روعه صدقوني. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، الحشوه من اروع ما يكون، حشوه مقرمشه وبنينه بزاف خصوصا الاخوات اللي يبغوا الكوفرات اللي عزيز عليهم الكوفرات جيهم شابه. بالنسبه للاخوات اللي مهتمه ويقول لك شحال قطعت لك من الكيلو، انا هذه الكميه تاع 250 غرام قطعت لي قريب كيلو تاع صابلي. نتمنى ان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه، نتمنى ان شاء الله تجربوها. نقول لكم ما تنسوش اختكم امل بليز جيم لي كومونتير. دوك ما علي نقول لكم صحه فطوركم والى الملتقى.